مساء الخير حبيبي. لوان فايتك انا جاي بس سجل النشره. قالوا لي نشره ترسني بدي اسجلها بدل دارين وران. بتسجل نشره تاس. شو المشكله؟ تياب صيفيه. هني قالوا لي البوس تياب صيفيه مثل ما بيلبسوا الصبايا، بتكون عم تطلج الدنيا وهن لابسين تياب صيفيه. ما حدا احسن من حدا على كل حال. الرجال اللي هلا كانوا ناطرين الليله انهم يحضروا دارين ورانيا ومغفلين نسوانهم ما زبطت معهم. الليله انا حد بالنشره، واذا زبطت هيدي التجربه العظيمه رح نعتمدها بسنه الجاي، يعني حنوقف دارين ورانيا وحتكونوا كل السنه الجاي معي انا. اجواء شتويه مستقره مسيطره على لبنان والحوض الشرقي للبحر المتوسط، الحراره معتدله على السواحل ومنخفضه فوق الجبال. شوفي يا اخي، ما حدا بيركز على بشرفك، ما حدا بيركز على النص، بيركزوا على جماله، يعني عرفت كيف، على المفاتن. ما كلهم بكونوا ماشي الحال. خلص بقرا هلا على البطيء مشينا. الليله طقسنا بلبنان غائم جزئيا مع ارتفاع بسيط بدرجات الحراره. لبكره طقسنا غائم جزئيا مع رياح ناشطه وتساقط بعض الامطار المتفرقه وانخفاض بدرجات الحراره. بنبقى بجوله على درجات الحراره اللي راح تسجل الليله على الساحل 17 درجة، أو عفوا 13 درجة، 7 درجات على المرتفعات، 3 درجات بالأرز. وشو هذا الواحد؟ هذا الواحد على الغالب بمعراب. كيف رح يكون طقس الليلة وبالأيام الجايين؟ خلينا نشوف سوا. الأربعاء 13-22، الخميس 13-21، والجمعة 10-19. وما حدا يسألني شو هني هالأرقام لأنه ما بعرف شيء من شيء بهذا الموضوع. خلينا نعمل جولة على الحرارة ببعض العواصم العربية والعالمية. عندك يا أبو الشريك ببغداد 19، بالكويت 23، بدمشق 16، بالجزائر 13، بتونس 6، بطرابلس 12. أما ببعض الدول العالمية والعواصم العالمية، برلين 4، روما 4، أثينا 7، باريس 4. هيدا كان كل شيء. باي بتعورنا داعش. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.